احفظها مظبوط. باللي هاي باللي كان بينك وبيني. ليه ليكي تعالى هون. لا مش حافظة كلام. لا المقطع بس مش حافظة كلام. لا لأن ما كان قال لي كنا الغنية امبارح ما كان. هلا حفظته. مهما تبعد رح تقرب رح تقرب نار يديا يا جميل تصعب عليا. انا حفظتها هلا. شو 30 مرة بس امبارح ما فهمته ليه ما حفظتها لأنه امبارح كان قشط يعني عمل لي هيك عليا. بس كيف عم غنيها؟ كثير حلوة كثير لعبت لك. اسمعي كيف بتقولي يانا يانا قولي يانا يانا. هي انا يا انا قلت لي هيك هلا بكره مع الميوزك. لا قلت يا انا يا انا ما لانه هو قال لي هرب يا حبيبي يا موت انا اموت انا بحبيبي اموت انا بلاقي هيك ما تعمل العرب فيها انه هي حلو الغنى شلون فيها معمولة هيك أكتر غنش اسمعي ومتنا بلاهي حيدي ما خفت ما معك الماينس جيبي يا عمي طب ما كلهم بيعرفوك انك غنوجة ليه بتطلع مسرح تعمل ستريكت هلا بدك تعمل حالك رجال على المسرح مسرح لما بدك تعمل حالك رجال ما بعرف وين شو اسمه طيب هلا بجيب الماينس قولي جواب لا خليتني نكذب عيني ونسمع كلامك غلطانة اني وهبتك روحي وخدعتيني ما بكرش وين لا هيدي تبع من حمزان حبيبي ما بكرش ينفع معتان حلوة لسانك شو بقى شو قالت لي؟ أول شيء قالت لي اسمعي اسمعي رأي لك شغلة قلت لها قالت لي بتعرفي شو يعني مولعينا؟ مين يعني؟ مين مولعة؟ مهرب إنه السوشيال ميديا قلت لها كيف السوشيال ميديا هيك؟ قالت لي ليك احفظ غنيتك بس احفظ غنيتك بس إن كان ولعانة برا ولا لا؟ اعملي اللي عليك يعني اذا كان بدك تبقي هون خليك بصوره حلوه بهذا البرايم واذا كان بدك تفلي تركي صوره حكيتي امك الحمد لله لا حكيت رفيقتي لانه هي كنترول فينا نحكي شيء تليفون ولا لا ايه هلا كنا عم نحكي هلا كنا عم نحكي هلا بتحكوا انت ما قلت لك شيء عنا دقيقه انا نميني دقيقه شو بدك شو مولعينا يعني انا مولعينا بالتصويت اصلا اليوم شفت شغله انا بكره لا الا اليوم شو شفت؟ عني يعني؟ عن مين؟ عنا انا وياك شو شفت؟ ما بعرف شو حتى قاطعين اليوم بهذا في تي في كان على الطريق في اليوميات وفي انا وياك عم بحكيك تحت بالجنين امبارح لا كان بينك وبيني عن جد جرح كبير انت سبابه كلهم شغالين الميكرويف نصبح حالي بالنسيان يداوي يا سيبني للعذاب يا
كان رح اقول هيدا بس هيدا هيدا الشيء لا هيدا وهيدا وهيدا بس هلا ما بتقولي مرتين للعذاب يسهر عليا مرة واحدة ما هي ثالث مسار بس انا ما بعرف ليه حكى لي اياها ما هو بده يزبط قولي اه قولي له لا بدك تمرن عليا شو كيف يلا لو تشرق او تغرب مهما تبعد رح تقرب رح تقرب ناري أكيد أتمنى عليه أكثر أكيد هذا أنا رد ميرسي مروان